توج المتسابق الكويتي وبطل العالم لعام 2016 يوسف العبد الرزاق رسميا بلقب بطولة العالم للدراجات المائية في إمارة موناكو باحتفالية حضرها الأمير ألبير الثاني وشارك بها حشد كبير من الرياضيين حول العالم. العبد الرزاق أكد أن تتويجه باللقب الثالث ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية التي كرم عليها كذلك إنجازات باسم الكويت وهي أبسط ما يمكن تقديمه لوطن الغالي. وكان العبد الرزاق قد صنف من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية قبل أيام كصاحب الرقم القياسي في ألقاب رياضة الدراجات المائية بالاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية.